صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان من مختلف انحاء العالم، وتحيه صباحيه لكم وما كنتوا عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء ام تي في لايف. بتامل نهار جديد طلع علينا وعليكم يكون نهار ملئه الخير ملئه التفاؤل، مع كل الاشاعات يلي حوالينا، مع كل التوتر يلي موجود كان بلبنان او بالعالم كمان. بتامل انه نكون قادرين نحافظ على قدر من السلام الداخلي، لانه فعلا الاجواء الضوضائيه اللي موجودين فيها والمتوتره والمتشنجه بتخلي الواحد يمكن يفكر انه لازم بلكي وقف، لازم اكون عم فكر بالمستقبل شو معقول يصير وكيف معقول تاخذنا الامور. ولكن بالنهايه وخاصه اللبنانيه بحبوا الحياه وبيرجعوا بيكملوا مهما كان الامر، وطريقه من طرق النضال هو نكون عم نتابع ان كان افطاراتنا هلا برمضان او كان بحفلاتنا الجايه بالصيفيه واللي كثيره ويعني صيفيه عامره رح تكون عنا. بتصور القوى الامنيه رح تكون جاهزه ونحن رح نكون برغم من كل شيء مناضلين وقادرين انه نكون عم نواجه كل الارهاب، وبنفس الوقت نكون عم نعيش هالحياه اللي دائما نحن مشهورين فيها انه بالرغم من كل شيء بنعيش حياتنا بملئها. نحن اكيد مواضيعنا اليوم عديده ومنوعه، والبدايه مع اليوم مع فادي. بونجور. بونجور. صباح النور كاتيا. صباح النور بالرغم من كل شيء. صباح الخير. صباح الحياه. اي اكيد صباح الحياه. اليوم بحلقتنا رح نحكي اكثر عن الاكزوتيك باريز مع ناتالي، رح نحكي عن اتيكيت اعياد الميلاد مع نادين، كمان رح نضوي على الانرجي ميوزك تور مع فيليب يعقوب اللي رح يكون ضيفنا، بالاضافه اكيد لباقي الفقرات مثل كوكينج هايلايتس وغيره. فادي اخبار جديده حلوه عربة الصيفيه. فادي اكزاكتلي بالصيفيه يعني اوتدور، يعني اوتدور يعني صار فينا نعمل مثلا نروح نعمل سايكلينج بحيلا محل، فينا نعمل بالزعرور كمان، ومشان هيك عندي كذا ايتم مهضومين كثير، بالاخص هن الهلمتس لحتى نحمي راسنا، رح نشوف تنوع شوي فيهم وقصص كثير مهضومه. سيفتي اهم شيء. سيفتي اهم شيء. اما البدايه بتكون مع اب تو ديت معي ومع الي، خليكم معنا. البداية أكيد مع القاعة اللي ودعت شهداء امبارح واللي ودعناهم معها بكل لبنان وعبر الام تي في كمان وعبر كل وسائل الإعلام. طبعا هالشهداء الأبطال والأبطال هلا اللي بعدهم كمان موجودين بالقاعة بالرغم من كل شيء، ما خافوا ما هربوا، جاهزين للمواجهة وللتحدي. تحية كبيرة لهم. وسط حضور رسمي وشعبي شيعت بلدة القاعة أمس شهداء الخمسة بظل إجراءات أمنية مشددة، استقبلت القاعة جثامين شهداء وأقيمت صلوات الجنازة بكنيسة مارلياس بالبلدة وسط الدموع والحزن. جريمة الإرهاب اللي ضربت القاع تبعاتها بعدها أكيد عم نحس فيها، وكشف رئيس المجلس النيابي نبيه باري أمام زوار. وأخيرا عن معلومات أمنية وصلته بالأيام الماضية مفادة أنه مجموعات إرهابية بتستعد للقيام بهجمات وتفجيرات بتستهدف بعض المناطق وشخصيات لبنانية وقوات اليونيفيل بالجنوب. يعني كمان في حديث عن انه ممكن انه يكون في استهدافات لاسواق تجاريه او تجمعات او مجمعات تجاريه كمان، يعني متامل كل هالاشياء تكون اشاعه، ولكن الحيطه والحذر واجب خاصه من القوى الامنيه، لانه بالنهايه ما رح نضل قاعدين ببيوتنا وناطرين امتى بده يضرب الارهاب، ساعتها ما بيقعد في لزوم يضرب، بيكون ضرب وخلص. صحيح. فاكيد اللبناني دائما جاهز للمواجهه والقوى الامنيه ساهره، ولكن وجب اخذ الحيطه والحذر. على كل حال اخبار كثير اللي تنقلتها وسائل التواصل الاجتماعي كاتيا، الوزير المشنوق نفي كل هالموضوع واكتفى بعدد من الاهداف، ما اعلن عنها اكيد حرصا على المتابعه الامنيه لهالموضوع، واكد انه القوى الامنيه ساهره على سلامة الناس. على كل حال يعني عبر هالقد في وسائل التواصل الاجتماعي وكمان عبر الواتساب كل هال يعني الرسائل يلي عم توصل، بنعرف نحن كثير منيح انها مركبه، يعني مثل ما كان عم يتركب غيرها يمكن بمناسبات ثانيه، ولكن حتى يعني اذا بنفكر شوي بهالرسائل منها كثير منطقيه، فمش ضروري الهلع على هالدرجه. اكيد اكيد.
رح نتابع وبكل أسف مع أخبار الإرهاب. 41 قتيل و239 جريح حصيلة الاعتداء اللي نفذوا ثلاث انتحاريين بمطار أتاتورك الدولة بإسطنبول، بالهجوم الأكثر دموية يلي بتشهده المدينة التركية اللي سبق واستهدفت ثلاث مرات بالعام الحالي. وقعت الانفجارات عند مدخل محطة الرحلات الدولية الساعة 10 من مساء الثلاثة، وبدأ المهاجمين بإطلاق النار على مسافرين وشرطيين أثناء خدمتهم. تم بدء تبادل لأطلاق النار وفجر من بعض الانتحاريين أنفسهم. الملفت هو عرض التلفزيون التركي صور مؤثرة بتظهر شرطي يطلق النار على أحد المهاجمين للدفاع عن الناس والمطار، ثم بيتعرض للإصابة ويسقط أرضا. رح نشوف هالفيديو، يعني هذه البطولة مثل ما صار عندنا كمان بالقاع، والناس بتدافع عن الناس وبتضحي أوقات كثير بحالة. نتأمل ما تتكرر ولا بمكان بالعالم، بس كمان بدنا نقول الحمد لله على السلامة للفريق الإعلامي اللي كان موجود بإسطنبول بهالوقت. الفريق الإعلامي اللبناني. منتابع مع مواضيع تانية، منظهر شوي من هالأجواء ومن هالصور ومن هالمواضيع، تنرجع لديزني. ديزني الحلم دايما والأميرات يلي كل الصبايا الصغار بحبوا أنه يتمثلوا فيهم، لطالما كانت أميرات ديزني هن المفضلات عند الفتيات بعصر ما قبل المدرسة، من وقت ما أطلقت شركة ديزني شخصية الأميرة كبراند رسمية عام 2000، تم تجسيد شخصيتهم بكافة المنتجات تقريبا، وصار كل شيء ديزني، شنطة المدرسة، يعني كل بلكي أوائل الدراسة، المسطرة، القلم، كل شيء. نتيجة لذلك تتأثر الفتيات الصغيرات بشدة بثقافة الأميرات، وبحسب دراسة اجتماعية موسعة هالثقافة بتوضع جمال الفتاة على أنه القيمة الأكبر وقبل كل شيء، وما بتعود المدرسة، يعني قبل المدرسة ما بتعود المدرسة هي المهمة، ولا بيعود الفكر هو المهم، ولا يعني التحصيل العلمي هو المهم. اول شيء ضروري تكون الصبيه حلوه وتكون ناطره يوصل البرنس شارما الامير على الحصان الابيض، واوقات يعني هالامير يعني بيكون هيك مخبى كمان فوقه كله مبين كانه حصان ابيض، بس هو بيكون حصان اسود اوقات. فطبعا أفكار حديثة لتربية الفتيات لازم تصدر، ولازم يكون في تحرر أكثر من هالعقدة، عقدة الجمال فقط لا غير. شخصيات أخرى لازم تكون عم تتوفر لحتى يقدروا يتمهوا مع شباب والصبايا كمان. ولكن الملفت كمان يعني شغلة ما كانت معروفة قبل، هو أنه حتى المشاهد اللي موجودة بها الأفلام، أفلام ديزني ممكن يكون عم ينعملها أو كان عم ينعملها ريسيكلاج إذا فينا نقول، أو إعادة تدوير، وعم ترجع تستعمل من بعد 10 أو 20 سنة تستعمل نفسها. خلينا نشوف. Thank you.
يعني هالمشاهد اللي بتردنا يمكن على الطفوله وعلى عالم هيك هني وكله احلام بعيد عن كل المشاكل، لو كانت الرقصه هي ذاتها حلوه ما بيأثر، ما بيأثر. ايه فينا نرقص الرقصه هي ذاتها بعد 20 سنه ماشي الحال. رح نضل بالاخبار المنوعه من العالم. العارضه الفلسطينيه الاصل جيجي حديد بتعبر عن حبها لمالك زين بالعربي. فالعارضه عارضه الازياء العالميه من اصل فلسطيني جيجي حديد ما بتوفر مناسبه حتى تعبر عن حبها. كنا عم نشوف على قفا تيبا مكتوب زين، هالصور التقطوها الباباراتزي عقب خروجها من مطار لوس انجلوس الدولي، وكانت يعني كان هاللباس اثار كثير ردات فعل، بما انه انحكى كثير انها انفصلت عن صديقة زين مالك بالآونة الأخيرة. عارضة الأزياء الشهيرة رفضت تعلق أو تعطي مقابلات صحفية، ولكن السترة اللي كانت لبستها كانت كافية تتخبرنا أنه بعدهم مع بعض. منتابع مع آخر خبر، وهو شو معقول يكون في بجسدين ملكة بريطانيا. دايما بكل الصور ملكة بريطانيا حاملة الجسدين معها، والتساؤل حاليا هو حول شو معقول يكون في داخل هالجسدين. هالجسدين ما فيه باسبور، لأن الباسبور أصلا بيصدر باسم الملكة. ما فيه رخصة قيادة مع أنها بتسوق سيارة، بتسوق رينج روفر الملكة، ولكنه بيحتوي بس على غراض كتير بسيطة مثل المراية، مثل الحمرة، وورقة 5 استرليني أو 10 استرليني لتحطها بالكنيسة نهار الأحد. ولكن الحقيبة كمان فيها علاقة متنقلة لتتعلقها على الطاولة وتعلق فيها الجزدين. الحلو أنه لما بتحط جزدينها على الطاولة بالعشاء هيك رسالة أنه خلصت السهرة، وأنه خلص يعني 5 دقائق ولازم كل شيء ينتهي. أما إذا وضعته على الأرض فهيدا بيعني أنه الحديث مش عجبها مع الشخص اللي حدا، والمعاونة لازم تجي تخلصها من المأزق. منيح الإشارات. سريعا على صورة اليوم يلي هي من بلدة القاع الحبيبة، والطقس بيكون قليل الغيوم من دون تعديل. يذكر أقصى درجات الحرارة اليوم 29. وفعلا ومنتبع مع تكنولوجي مع إليو فادي، خليكم معنا.